أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها بأبرز العناوين. هاشتاغ لا تقتلني بفرحتك يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أسرة القتيلة هيام نديم تطالب بالقصاص. سناب شات يوظف فريقا يحميه من فيسبوك. فيسبوك يمنع تعديل عناوين وصور المقالات لمحاربة الأخبار الكاذبة. وضيف فقرة الاستضافة الممثل عبد الجبار السهيلي. مرحبا. أقيمت في مدينة عدن وتحديداً في منطقة صلاح الدين مبادرة لمنع إطلاق النار في الأعراس، وخاصة بعد تكرر الحوادث التي أودت بحياة العديد من الأشخاص. وتحت شعار لا تقتلني بفرحتك تفاعل الكثير مع هذه المبادرة والحملة الإلكترونية. نشوف هذا التفاعل. وإلى مشاكل الطلاب المبتعثين في الخارج والتي لا تنتهي، ومنشور ليوسف بحاج يوصف لنا آخر حادثة للطلاب اليمنيين في موسكو. يوسف بحاج يقول: في مخالفة صريحة وانتهاكات متكررة، أقدم القائم بالأعمال في السفارة اليمنية بموسكو عبد الله الأكوع على استدعاء الشرطة الروسية لإخراج الطلاب المعتصمين داخل مبنى السفارة بالقوة للمرة الثانية خلال العام الحالي، بعد أن أمن العقاب الرادع وبعد تماهٍ واضح من وزارة الخارجية وعدم تأنيبه على فعلته الشنعاء في المرة الماضية وحثه على احتواء مشاكل الطلاب والبحث عن حلول لها بدلاً من استدعاء الشرطة لإهانتهم داخل مبنى سفارتهم. بالعودة إلى اليمن، نشوف منشور في صفحة ساحة شباب اليمن والذي تم إرفاقه بصورة لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي وهم بمسيرة لنصرة الأقصى، وردود لمجموعة من الفلسطينيين على الصورة. الآلاف من التعليقات الساخرة على صورة المتظاهرين اليمنيين في صنعاء الذين خرجوا تأييداً للأقصى وهم مخزنون. نشرت هذه الصورة في صحف فلسطينية، وكانت أغلب التعليقات بأن الشعب اليمني يحتاج إلى ثورة ضد القاد وأن فلسطين لا تحتاج لمظاهرات من محششين. أما عن معاناة المواطنين في اليمن وصعوبة تنقلاتهم بسبب ظروف الحرب، نشوف منشور لعادل القردعي الذي قال: هل تعلم بأن المسافة بين مركز مديرية رحبة محافظة مأرب وبين العاصمة صنعاء تقدر بحوالي 120 كيلومتر فقط، وأن المسافة بين مركز مديرية رحبة ومدينة ذمار لا تتعدى 90 كيلومتر، وبسبب عدم ربط هذه المديرية بالطريق مع المحافظات المجاورة يعاني اليمنيون المسافرون والتجار من طول مسافة الطريق لمن أراد صنعاء وذمار من المسافرين والبضائع، وذلك بسبب المرور عبر محافظة البيضاء
في مسافة تقدر بأكثر من 500 كيلومتر لمن أراد صنعاء من مأرب، رغم أن المسافة لو كان هنالك طريق تمر عبر مديرية رحبة إلى المحافظات المجاورة لا تتعدى 200 كيلومتر، والمواطن المسكين يتحمل تبعات هذه المسافة في زيادة أسعار النقل والبضائع بسبب طول المسافة. لم يسلم المبدعون والفنانون حتى من آثار الحرب وظروف البلاد، ولكن العزاء الوحيد هو إيمانهم بوجود الأمل وعدم الاستسلام لتلك الظروف. هنا لوحة يفخر بها كل يمني لمبدع أبى أن يستسلم لهذه الظروف، فها هو الفنان الكاريكاتوري المبدع عدنان جمن يفتتح مطعما يفخر بذلك ونفخر به جميعا. لنشاهد منشور عدنان في فيسبوك، لن أذكر أسماءهم، لكنهم هم من وقفوا معي أنا وزوجتي الغالية لفتح مطعمنا الصغير أكل بيتنا. لم أكن في أفضل حالاتي المادية، لكنهم تكفلوا بكل شيء كي أقف على قدمي مجدداً. واليوم يمر الأسبوع الثاني ونحن نقدم شغفاً جديداً ولوناً مغايراً في مهنة المطاعم، لقيا إقبالاً طيباً بفضل الله تعالى برغم التعب الشاق والجهد الكبير للغاية. شكراً لكم يا أصدقائي لأنكم جعلتموني أحس بأن الخير لا زال يسكن نفوس البشر، وأحسست لأول مرة ومنذ وقت طويل بأنني لست وحيداً أحمل أعباء الحياة المنهكة بلا رفيق. الشباب اليمني وإنجازاته، ومنها ما نطالعه في منشور لمحمد جميح الذي يقول: حامد محمود باسبعين، الطفل الذي هزم بطل الصين للشطرنج، هزم بطل الدولة المضيفة. في عيني هذا الفتى اليمني من حضرموت أمل يجعل اليائسين من انبعاث هذا الشعب يتوارون خجلا. هذا هو اليمن، هذه حضرموت، فخر اليمني وذخره. تقوم أسرة هيام نديم أمام قسم باب الكبير بتجميع مطالبة بالقصاص من قتلة هيام، وبعدها توجهت إلى مقر قيادة أبو العباس مطالبة بسرعة القصاص من القتلة. نشوف صور من هذا التجمع. بدأت بصنعاء دورة تدريبية للفتيات بعنوان ازرع بسمة واصنع زهرة لمدة 3 أيام بالتعاون بين مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية وفريق زراعة الابتسامة التابع لمنظمة CYF. البرنامج يهدف لتعليم المشاركات كيف يتحكمن بذواتهن ومشاعرهن عبر صناعة الورد. نشوف صور من هذه الدورة. تيدكس أطفال صنعاء مؤتمر منظم بشكل ذاتي ومستقل في صنعاء بتصريح من تيد، ويقام مرة كل عام، يهتم بنشر أفكار الأطفال الملهمة والتي تستحق النشر.
تيدكس أطفال صنعاء موجه من الأطفال إلى الأطفال ليعرضوا أفكارهم وتجاربهم الإبداعية والملهمة والقادرة على إحداث التغيير في مجتمعنا وإخبار العالم بأنهم كبار بأفعالهم رغم أعمارهم الصغيرة. نشوف بعض صور الأطفال المشاركين في المؤتمر. قام مركز وان تاتش المعرض الثالث للرسم بعنوان دفعة بصمة لون ثالث والذي أقيم في المركز. نشوف صور من هذا المعرض. إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من سناب شات الذي قرر زيادة اهتمامه بالأمن المعلوماتي بعدما ضاق الخناق عليه بسبب تعرضه لمنافسة شديدة من قبل منصات أخرى باتت تهدد وجوده وعلى رأسها فيسبوك. وأوضح موقع ماشيبل أن التطبيق عقد اتفاقاً مع شركة سويسرية للاهتمام بهذا الجانب، وذلك بغرض منع العمليات الهندسية العكسية التي تستهدف رموز سناب شات، ما يجعل خدماتها عرضة للسرقة والتقليد من قبل المنافسين. أما فيسبوك فقد بدأ خطوات جديدة من أجل محاربة الأخبار الكاذبة، مانعاً الناشرين من تعديل عناوين وصور ومقتطفات نصوص وروابط المقالات والأخبار. وسابقاً كان بإمكان الناشرين تعديل العنوان أو الصورة أو الملخص النصي الذي يظهر تحت العنوان على الموقع لجذب قراء أكبر من الشبكة، إلى أن منع فيسبوك للميزة تلك يأتي بعد استغلالها من أجل نشر قصص كاذبة. وبتلك التعديلات تحصل المقالات الجدلية على عدد مرتفع من النشر والمشاركة والإعجابات، وبالتالي يتم نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. وصلنا إلى فقرة الفيديوهات، ونبدأها بمقطع لجانب من يوم للجالية اليمنية في كوريا. حقيقة وكل السر يربكم هل عرفتونا.
المغرب بعنوان صحبة. هو فيلم سياحي عن حضرموت قام بتصويره المبدع محمد سامي. مقاطع بصوت الموهبة الفنية قتيبة الجتيم نسمع مع بعض. طير طيري يا حمامة ونزيل الدمار واللامة، هاتي لي من حبي علامة ساعة وخاتم الماس، فعذابي حرام والله أنا على ديني جننتيني، أنا على ديني جننتيني، وعلى ديني العشق حرام والله. جل من نشا الصباح وبسط ضله المديد، ألهم القمري النياح يشتي النزح البعيد. آه لو كان لي جناح كنت مثل وعاد زيد، ربة القرض والوشاح ولما الحالي البديد، قتلتني بلا سلاح. نشوف الآن مقطع للفنان بدر قحطاني. بلقى اللي مين فضفض احكيشي تعبني، لو شيء صغير مسي بنتي ولا ابني، لو ان ابويا ولا دائت يوم على امي، بفرد ايدي المين وبدعي يفك همي لرب العالمين. ونختتم فقرة الفيديوهات بآخر أعمال الفنان بلال الأغبري. ولا زمان الهوى والدهر يبكينا، وجاء عهد النوى بالقهر يشقينا، مضى بنا العمر والأحلام قد ذبلت، ولم نحقق في الدنيا أمانينا، والشاب قد هل والآمان. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم الممثل الشاب عبد الجبار السهيلي.
خلونا ناخذ بعض الارشادات والنصائح قبل ما نطلع على المسرح. اختار الموضوع اللي تحب تتكلم عنه بعناية. اي افكار تجي لك او تخطر على بالك سجلها دائما، وكمان رتب الكلام اللي بتقوله وضيف روح الفكاهة والمرح. استشير اصحابك او اشخاص كوميديين عن النص او الفكرة اللي بتقدمها. تابع دائما مسرحيات، مقاطع يوتيوب كوميدية، افلام، اي حاجة تنمي موهبتك. حاول تتدرب وتتقن تعابير الوجه والجسد، مثل معصب، طبحان، متنرفز او حزين. حاول تكون مرن وما تخافش من الارتجال ولا تقيد نفسك بالنص كلمة كلمة. هيّل نفسك على المسرح وتدرب دائما قبل اي عرض. قدم عرضك امام اصدقائك او اهلك واسمع لآرائهم. وانت على المسرح اذا حسيت الجمهور مش متفاعل معك، غير اسلوب حديثك على طول وحاول انك تجذبهم باي طريقة. اذا نقول اهلا وسهلا فيك يا عبد الجبار. اهلا وسهلا. جاهز للأسئلة؟ اكيد. يلا نبدأ. اول سؤال كالعادة يكون اوصف نفسك بكلمة. اقدر اقول اني شخص طموح ومثابر. طيب كم عمرك؟ انا عمري 27. متزوج ولا اعزب؟ متزوج وعندي بنتين امورتين حلوتين، بتول وريم. ما شاء الله. تزوجت عن حب ولا تقليدي؟ الزواج بصراحة هو أيوة. تقليدي. نعم. ولكن جاء الحب بعدين يعني. طبعا لازم اصلا. طيب اكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ تعددت الوسائل الآن، ولكن أكثر وسيلة أستخدمها حالياً هي الإيميل. جميل. وبعدها يأتي الماسنجر. أول إجابة تكون كذا، أستخدم الإيميل أكثر شيء. طيب شخص دائماً يدعمك؟ الإنترنت، مش شخص، هو حاجة. جميل. طيب لو تحكي لنا عن موقف محرج حصل لك. موقف محرج، أعتقد في يوم من الأيام كنت أسوق سيارتي وفجأة صدمت واحد من أصدقائي يعني، ونزلت شارعته أنه هو الغلطان وأنا الغلطان. الحمد لله حصلت مع صديقك. أيوة نعم، فكان موقف محرج جدا لي وأنا أعتذر له الآن عبر شاشة بلقيس. يسمع منك. طيب أجمل مكان قد زرته في حياتك؟ أجمل مكان قد زرته في حياتي داخل اليمن هي جزيرة سقطرى، وخارج اليمن كان مدينة كاسل في ألمانيا. جميل. طب مكان تتمنى زيارته؟ مكان أتمنى زيارته سقطرى. مجددا يعني. جميل. نعم. طيب شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية أتمنى مقابلتها، ما فكرت في هذا السؤال، ولكن أعتقد أنه من الأحياء ولا من الأموات؟ اللي تحب يعني. أنهي مجرد أمنية؟ إذا كان من الأحياء فحابب أني ألتقي مرة ثانية بجاستن ترودو. جميل. طيب لو تكلمنا عن بداياتك في التمثيل. أنا بدأت وعمري حوالي 9 سنوات، بدأت في عام 1998، وكانت البداية صعبة جداً ومتعبة. جلست أحاول لمدة سنتين أني أشتغل في مجال المسرح والفنون، فكانت البداية وأنا صغير عن طريق محاولاتي أني أنخرط في العمل المسرحي والتلفزيوني آنذاك. طموح ومثابر طبعاً. طيب أول عمل لك؟ مسرحي ولا تلفزيوني؟ أول عمل لك سواء مسرحي أو تلفزيوني. أول عمل لي في مجال المسرح كان يعني مسرحية احترافية، كانت مسرحية فلسطين الانتفاضة والاستمرار. سنة كم؟ هذا كانت في عام 2000. ولكن قبل هذه المسرحية كان في اسكتشات مسرحية بسيطة عادية متواضعة يعني. وبالنسبة للتلفزيون كان ظهوري في لأول مرة كان في برنامج
وجها لوجه للمخرج الدكتور فضل العلوفي. جميل. طيب عمل تفخر به؟ عمل أفتخر به كثيرا هو مسرحية قارب تحت الشمس الذي اشتغلته في الإمارات أنا وعدد 35 شاب وشابة من مختلف الدول العربية، وكان مدربنا كيفن سبيسي الممثل الأمريكي وأيضا أكاديمية الشرق الأوسط للمسرح. رائع. طيب لو خيروك التلفزيون أو المسرح؟ المسرح أفضله أكثر، أحبه أكثر، لكن التلفزيون مهم جدا أيضا. إيش اللي يخليك تحب المسرح أكثر؟ لأن المسرح المتعة فيه أكثر وأيضا فعلا يطور من المهارات والقدرات المسرحية لدى الفنان بشكل عام والممثل خاصة، وأيضا تلقى مكافأتك من الجمهور مباشرة. وما فيش ولا يوجد في المسرح الغش التلفزيوني اللي مثلا إذا أخطأت أو ما عملت بروفات أو أنت مش جاهز ممكن تعيد أكثر من مرة. كله له مميزاته. يعني أيوه طبعا. أحد غيرك قد يعتبرها ميزة. صحيح ربما، لكن أنا أحب المسرح أكثر لأنه يعني يجعلني أفضل في مجال التمثيل المسرحي. جميل جدا. طيب عبد الجبار لو تحدثنا عن تجربتك في مجال التقديم الإذاعي. في مجال التقديم الإذاعي أنا بدأت التقديم من سن مبكر جدا، فقدمت بعض المهرجانات الترفيهية منها كان مهرجان صنعاء السياحي، مهرجانات الأصيلة الترفيهية في أكثر من محافظة يمنية، وبسبب أنه أنا أشتغل في مجال الإذاعة والتلفزيون والمسرح كان هذا كان دافع وحافز أني أعمل برنامج إذاعي في إذاعة يمن تايمز، فكانت فرصة يعني ممتازة وجميلة جدا واستمتعت بها جدا. جميل. طيب إيش هو الحافز اللي شجعك للوصول إلى ما أنت عليه اليوم؟ طيب أولا إنه أنا الوحيد من بين أسرتي يعني أقدر أقول إني واصلت التعليم، وهذا شيء مؤسف للأسف. يعني إحنا حوالي 35 فرد أبناء العمومة وأبناء الخال والأقرباء، فكان الجميع يواجه صعوبة في مواصلة التعليم، وكنا في نفس المستوى يعني المعيشي، ما إحناش أغنياء ولا أسرة مرتاحة جدا. لكن سبب آخر مهم جدا هو الاضطهاد الذي مورس ضدي غير مباشر، اضطهاد غير مباشر لأنني من محافظة ريمة، فكان كثير من الناس يقولوا يعني مثلا بعض الألفاظ يا ريمي يا العربية، فهذا شكل لي حافز ودافع أني أكون شيء يعني في المستقبل. فبشكل غير مباشر حبيت أنه أثبت أنه هذا الريمي ممكن يكون يعني فوق. فهذه رسالة أيضا لكل الشباب، ربما أنا أحب أني أقدمها بأنه لا تجعلوا الاضطهاد الذي يمارس ضدكم سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الأحداث التي تحصل حوالينا أو بسبب المجتمع أو أفراد معينين، لا تخلوها عائق أمامكم، بالعكس استغلوها واستخدموها لصالحكم ومن أجل بناء مستقبلكم. عبد الجبار the biggest like ever من عندي. شكرا جزيلا. طيب عبد الجبار لو تكلمنا عن مشاركاتك الخارجية. بصراحة زي ما سألتيني أنت أحد الأسئلة كان أي شيء اللي شكل حافز لك، فكان الإنترنت. فالإنترنت الآن يعتبر بوابة للمشاركات الخارجية، شاركت في العديد من المهرجانات والمؤتمرات الدولية وورش العمل المرتبطة بمهاراتي وقدراتي المسرحية. كان أهم المشاركات هي مؤتمر أو قمة شباب عالمي واحد في كندا اللي حضره 1500 قائد وقائدة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى زعماء وقادة من صناع التغيير حول العالم، وأيضا برنامج القادة الزائرين الشباب في السويد، وورشة عمل الملكية الأكاديمية لفنون الدراما بريطانيا. جميل. طيب عبد الجبار أنت الآن بالسويد، لو تكلمنا شوية عن سبب وجودك هناك. أنا في السويد تلقيت دعوة من مدينة هلسنبوري للإقامة في هذه المدينة لمدة عامين والعمل في المجال الثقافي،
ومن وقت ما وصلت وأنا أقوم بصنع علاقات وزيارات للمؤسسات الثقافية والعاملين الثقافي والعمل في 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 المجال الثقافي بشكل عام من أجل تطوير القدرات والمهارات. وإن شاء الله من الخطط المستقبلية هي تحضير الماجستير في مجال إدارة المشاريع الثقافية. حاليا في السويد قد عملت أكثر من مشروع ما بين مسرحي ومشاريع ثقافية أخرى. المشروع الأكبر القادم هو مسرحية روميو وجولييت، واللي حنستمر نشتغلها لمدة 4 أشهر. إذن راح يكون في نوفمبر إن شاء الله. نعم عبد الجبار السهيلي، نشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من السويد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا، الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء. نيفار، إيش في؟ ليش توقفنا؟ طب انت قلت لي ما تحركش. انا كبارجك يعني كبارجك شايف.